سیانزه روژه شروع پیک دادن لنیوان چن هوزی کی شیعه و هوزی کی سنه لشاروچکی ابو سیده لپارزگای دیالا برپا بوا دوخکا لکنترولی هیز امنیکان درچوو چکی قرسیج لشارکه دا بکار هندراوا قدغی هاتو چو سپیندراو و تنیا اوتومبیلا گل نبرکان هاتو چو دکنو هشتاش مترسیکان نروا و توا هیز امنیکان بدوی او کسانه دادگرین کسرچاوی کشکان بونو دستیان لکشتنی خلق هبوا والله أول ما دخلنا بهاي المنطقة كانت هاي البيوت كلها فارغة شوارع فارغة ناس ماكو بالشارع حتى وجرحى يعني اشتباكات بين يوم يوم يصير أقل من الأوقات يومية تصير اشتباكات بيناتهم أما يكيكا لا ديمنكاني شرين يوان هو زكاني أبو سيديا هشت هوزی گوری شیعه سنگریان لا هوزی کی سنه مذهب گرتوا بالحرم زعال همو کولانکان داخراونو آسواری شر برونی دیارا تا استا چلو دوکز لهر دولا کجراونو بریندار بون 460 قدیفه تاون ضربون العوائل تهجرت بسبب الهاونات أطفال الرعبة نساء تركض بالشوارع هجوا عصابات تقتل بالناس تسرق الناس تتعدى على أرض الناس خاوات يأخذون 700 أو 800 بيت موجود مكتوب عليه للبيع الناس تريد تعيش براحتها لأنه هاي المشاكل تولد عدم استقرار هناك عامل هناك سائق تاكسي هناك ابو محل يريد يشتغل فمن ما يلقي هاي الظروف متاحه عن المن ابيع هسه مثلا ماكو حد المن ابيع لسطا هشتاي خلقي شاروشكاكا اواربون بابرياري مصطفى كازمي سرق وزيران عراق هي زكاني بربجدانوي خيرا لا شاروشكاكا جيجير كراونو برياري دزجير كردن بوديان كسي سنوركا در كراوا تم القاء القبض على 9 مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة منها 4 ارهاب ومنها مادة قانونية 406 قتل بالاضافة الى ذلك الاستيلاء على عدد من الاسلحة الثقيلة هاون وقاذفة ار بي جي واسلحة متوسطة شركاء لا كشتني محمد كعبي سروغوزي كعبي وشوار كوركي سري هلدا كبستوشتي مانجي رابردو لا شاربان كجراونو كردوكاش بناوي داعشوا بلاو کرایوا هیز عراقی کان بکوژکان یان دزگیر کردوا بلام رادستی هوزی کعبیان نکردوا بویا او هوزا به هاوکاری حود هوزی دیکا شریان لدجی هوزی ربیعا دس بیا کردوا